زي ما اتكلمنا مع حضراتكم يمكن في بداية الحلقة أن مصر نجحت في إطلاق القمر الصناعي حورس 2 من قاعدة الإطلاق شمال غرب الصين حاملا على متنه كاميرات عالية الجودة والدقة. يمكن كان معنا في بداية الحلقة مكالمة هاتفية من المهندس شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في المداخلة الهاتفية اللي أجريناها معاه في صباح الخير يا مصر عقب إطلاق القمر الصناعي لشرح كل التفاصيل الخاصة بإطلاق القمر الصناعي حورس 2، واللي أكد أن القمر الجديد بيلبي كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030، اللي يعني ده كمان بالإضافة إلى تحقيق كل متطلبات التنمية المستدامة. تعالوا نتابع جزء من هذه المكالمة. الخبر جميل لإطلاق القمر الصناعي حورس 2. القمر حورس 2 ده جزء من كوكبة أقمار صناعية حورس. لو حضراتكم تتذكروا احنا يوم 24 فبراير اعلنت وكالة الفضاء المصرية عن اطلاق القمر الصناعي حورس صحيح. 1 والحقيقة كوكبة الأقمار الصناعية حورس دي بتقع في الإطار التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وكالة الفضاء المصرية وجمهورية الصين الشعبية. والتطوير الأقمار دي من حيث التصميم والتصنيع والتجميع والاختبار تم الحقيقة بمشاركة كاملة ما بين مجموعة من المهندسين المصريين ومشاركة من الجانب الصيني، بحيث ان احنا بنحقق احد الاهداف الرئيسية لمصر في توطين صناعة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية. فده هدف رئيسي لبرنامج الفضاء الوطني وتم تحقيقه جزئيا من خلال هذا التعاون مع الصين. المجموعة كوكبة الأقمار الصناعية حورس اللي هي حورس 1 وحورس 2 دي مجموعة أقمار استشارة عن بعد، وهي حورس 2 الخصائص بتاعته مماثلة جدا لحورس 1، فكلاهما يوجد على متنيهما كاميرا تصوير متعددة الأطياف عالية الدقة. طيب دي هدفها إيه؟ هدفها طبعا إن احنا بنقدر نلتقط صور عالية الدقة نفهم من خلالها البيئة اللي احنا عايشين فيها، ونقدر ازاي نعظم من استخدام الموارد الطبيعية والموارد المادية الموجودة عندنا، وبالتالي نقدر نحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030. يعني على سبيل المثال مثلا نقدر من خلال التصوير على الدقة ده نعرف الثروات المعدنية الموجودة عندنا وازاي نعظم الاستفادة منها، نقدر ندرس الأجواء المناخية المختلفة في جميع أنحاء القطر المصري، وبالتالي نقدر نحدد أفضل المحاصيل اللي تزرع في أنهي قطاع من القطر المصري، وبالتالي نعظم إنتاجية الأرض الزراعية ونحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بل بالعكس نقدر كمان إن احنا نصدر، وبالتالي ده ليه مردود اقتصادي وتوفير للعملة الصعبة. احنا عندنا طبعا مشروعات قومية كبيرة جدا موجودة قائمة في مصر، بنقدر من خلال التصوير على الدقة ان احنا نتابع المشاريع دي ونشوف كم مدى كفائتها ونرفع ادائها ازاي ونرفع الاستفادة منها ازاي. عندنا طبعا موضوع مهم جدا هو المياه، ازاي نقدر نكشف عن مصادر المياه المختلفة، عن مسارات المياه في الانهار والبحار وخلافه. في عندنا طبعا تحديات كثيرة جدا من المخاطر الطبيعية، تصحر وسيول وحركة الكثبان الرملية وتآكل الشواطئ، برضو ده من خلال التصوير على الدقة بنقدر ان احنا نحدد الامور دي ونفهمها ونقدر ازاي نتعامل معها بصورة مبكرة قبل ما تحصل منها اي مشاكل. يعني برضو استيلاء على الاراضي المملوكة للدولة المصرية وازاي ان احنا نقدر نحدد لو في اي تخطي او تعدي عليها. الحقيقة لازم برضو نبص على الصورة الكبيرة وشوف ايه هو دور الاقمار الصناعيه وخاصه الكوكبه الاقمار الصناعيه حورس اللي هي حورس 1 وحورس 2، انها بتمكن مصر ان يكون لها دور ريادي، لان هي فائدتها مش هتعود فقط على مصر، ده بالعكس ده هتمتد لافريقيا وتمتد للدول العربيه الاخرى، ان احنا نقدر نمدهم بالصور عاليه الدقه دي ان هي تساعدهم في برضه فهم البيئه الموجوده عندهم وازاي ان احنا نقدر نعظم الاستفاده منها ويحصل تكامل. والحقيقه يمكن يعني اذكر في النقطه دي ان احنا في مصر بنستضيف مقر وكاله الفضاء الافريقيه في المدينه الفضائيه، وده طبعا ده بيعتبر هو البوابه اللي هتفتح علينا على افريقيا، فبالتالي وجود امتلاك مصر لهذه التكنولوجيا، وجود كوكبه الاقمار الصناعيه حورس والاقمار اللي هي بتنزل تظهر كمان وهنعلن عنها قريبا ان شاء الله، ده بيخلي مصر لها دور ريادي قوي جدا، بحيث ان احنا برضو بندعم الاقتصاد، لان النهارده صناعه الفضاء اصبحت صناعه مهمه جدا وبتدعم الاقتصاد بشكل كبير جدا، يعني طبعا دي العوائد منها على المستوى العالمي بتقدر بمليارات الدولارات، فبالتالي احنا دخول مصر هذا المجال في هذا التوقيت بيدعم كثيرا جدا في التنميه الاقتصاديه وبيدعم في دور مصر، فان شاء الله باذن الله
يعني هنوليكم بالنتائج وبالانجازات اللي هتتم من خلال كوكبه الاقمار الصناعي حورس وما سوف ينضم اليها ان شاء الله في القريب القادم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني زي ما سمعنا كده نجحت مصر في اطلاق القمر الصناعي حورس 2، القمر اللي هيكون ليه دور كبير جدا في استكمال مصر لمسيره التنميه تحديدا وتحقيق المستهدفات من استراتيجيه مصر 2030.